أحسن الله إليكم. يقول السائل: التصريح بالجهاد هل يكون من قبل ولي الأمر أم من قبل العلماء؟ يعني من قبل ولي الأمر، نعم، والعلماء يسترشد منهم ولي الأمر، يعني يسترشد منهم الأحكام، يسترشد منهم ويرجع إليهم في الأحكام. أما الأمور السياسية فهي إلى ولي الأمر، لأن يعني هذا هي التي من شأنه. نعم نعم.